واسمك ربي يسات سوين قيمت ما فيك خلق ربي تبارك وتعالى يسات سوين قيمت ما في ثلاثة درتد هان ربي تبارك وتعالى إسك يخلق العباد نس مشات تعبان ركلسين سيد ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكان العبودية ربي تبارك وتعالى هان نوركي تحقق أي اسم كان ربي أبلا اغتسكات الأوامر لسكين ربي تبارك وتعالى التتت في النواهي على سكينة العبادة ربي تبارك وتعالى تكا الواجبة في كيجات اسم جنس ورتك اسمك إحقيقا أبلا تعدمت الحرمات ربي تبارك وتعالى تحب ربي تبارك وتعالى تحيد تشرك ربي تبارك وتعالى وكل سنة الله سبحانه وتعالى الكتاب القرآن الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وكان حب ربي تبارك وتعالى وخد حبيت إخساتي ترجد تكسو تقيس أشكو الخوف دراجة كان زندو كان تفرين وقضيت تفرين وقضيت جدا تتاري تفرين وقضيت تنقص يد قسنت هان ينقص وقضيت ورا يفرين وكان العبادة ورا تلقى إخسات تلغ الحياة كلها أذكرت تظليت وحدود دوزهم وحدود نبصى فيها سلح العبادة أوه ربي تبارك وتعالى أتني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين العبادة ربي تبارك وتعالى أخسرت لي أغتدرت أنت كلت المعاملة تسكرت المال الفلوس أخسرت لي خوف من ربي تبارك وتعالى العلاقات تسكرت قل المدن يخصك سنتيلي الخوف من ربي تبارك وتعالى غير لغا تسقر التروانك تذكر سي تسقر التروانك تذكر سي تربو التروانك يخصك سنتيلي الخوف للعبادة ربي تبارك وتعالى كله تودرتنك يخصك سنتيلي العبادة ربي توافق المنهج ليلة ربي تبارك وتعالى قيك أشكون تنينان سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وكان هني مسلم يوم ربي تبارك وتعالى آدم الإسلام كله مش آدم زنيمك يميكوه كل شيء الشرع عن ربي تبارك وتعالى دي الزجز حتى نتيام زم مسلم على صبر ستعلم ويزدع أريسكال الأوامر هزين ربي تبارك وتعالى افتساء النواهي وكان العبودية ربي تبارك وتعالى ولقيت تحقيق اسم ربي قبل تسكت كل العبادات تسكت العبادات نقول أتنتج زود الإخلاص التوكل ربي تبارك وتعالى تسكت العبادات يلس أتنتج ذديك الدعاء تسكت العبادات الجوارح زود تصل الدوزم وكان ركاد سريك من إيمانك ركاد سريك من إيمانك أشكل إيمان يخص التمن سولك تنيت سلسنك تسكت جوارحك أركان الإيمان أشكو الإيمان أرد التوي العبادة العبادة فلسليتك خلسليتك أخصى فلسليتك يتموت أشكو يشكد الحسن البصري أترحم ربي تبارك وتعالى إن يا قوم إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين